الآن عن النظام. النظام النظام فضيلة روحية. البعض ساعات يرفض النظام ويقول خليها بالبركة، كما لو كانت البركة ضد النظام. بالعكس، ده الإنجيل بتاع البركة اللي بارك فيه السيد المسيح الخمس خبزات والسمكتين كان كله نظام. قال لهم في الأول ما وزحش الأكل كده هرجلة، قال اتكؤوهم فرقا فرقا 50-50. في إنجيل مرقس يقول اتكؤوهم فرقا فرقا 100-100 50-50. وبعدين أخذ وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الناس، يعني بكل نظام. فما نقولش أبدا إن حكاية النظام شيء والبركة عكسه. كمان الكتاب بيقول لنا ليكن كل شيء بلياقة وحسب ترتيب، يعني كل حاجة تكون بالنظام. والرسول بيقول تجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب، وبيقول الأمور الباقية عندما أجيء أرتبها. كل حاجة مفروض تكون بترتيب. بل إن النظام في الكون دليل على وجود الله، يعني احنا بنثبت وجود الله من وجود كون منظم. فنقول ما دام حاجة منظمة يبقى لابد ان يوجد من نظمها، وهنا نستنتج وجود ربنا. ربنا لما خلق الكون نظمه، نظم الفلك والعلاقة بين النجوم والكواكب، العلاقة بين الأرض والشمس، والعلاقة بين الأرض والقمر. نظم إزاي الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، ينتج عنها الليل والنهار، وحوالين الشمس تدور حولها ينتج عن ذلك الفصول الأربعة. نظم الفلك، ونتيجة للفلك أمكن تنظيم المواعيد وتنظيم الحرارة والضغط وكل حاجة، وكل حاجة ماشية بالنظام زي الساعة. تتابع الفصول، تتابع الليل والنهار، السنة الزراعية منظمة تمام حسب المواعيد. يعني مثلا شهر هاتور اللي هو نوفمبر يزرعوا فيه الزراعة الشتوية، يزرعوا يعني يزرعوا. والمثل يقول إن فاتك هاتور استنى لما السنة تدور. ماشي كده في شهر أبشير تتزرع الأشجار، غرس الأشجار، كله ماشي بالنظام. جسم الإنسان في منتهى النظام. الجنين منذ أن يتكون إلى أن يكبر وتتكون له أنسجة وعظام ودماء وأعضاء لغاية لما يجي وقت خروجه، كله بالنظام. ازاي هذا الجنين تكونت له أنسجة وتكون له دماء وتكون له عظام؟ كله بنظام. ازاي انت لو كلت أكلة مثلا كيك، حتة كيك، ولو ان احنا في الصيام لكن معلش في كيك صيام،
الكيكة دي تخش جوه فمك وتاكلها، تبص تلاقي افرازات علشان هضم الدهون، وحاجة عشان هضم الكربوهيدرات والمواد النشوية يعني، وحاجة لهضم السكريات، وتفضل تشتغل تشتغل لغاية لما تتحول إلى جزء من جسدك، إما نسيج لإما دهن يتراكم على جسمك. كله ماشي بنظام عجيب، نظام الوراثة بالنظام. ازاي الولد ياخد من ابوه او امه ملامح الوجه ولون العينين ولون الشعر ولون البشرة، وياخذ منهم ايضا الطول او القصر، بل ياخذ منه حتى فصيلة الدم، كله بالنظام. كل حاجة في الجسم بتشتغل بنظام عجيب، وفي الفلك بنظام عجيب، حتى العبادة ربنا عملها بنظام. لما جه يكلم موسى عن خيمة الاجتماع ذكر له تفاصيل التفاصيل، واداله نموذج على الجبل وقال له تعمل زيه، وعمل موسى على حسب كل ما ربنا ورهوه. حتى الملابس بتاعت هارون رئيس الكهنة ربنا قال له على تفصيلها بالظبط، وقماشها ونح، كل محتويات قيمة الاجتماع، حتى زيت المسح، حتى البخور قال له يعمله ازاي، كل شيء بالنظام. وبعدين نجد عندنا النظام موجود في طقوس الكنيسة، موجود في القراءات الكنسية، موجود في صلوات المزامير، موجود في العبادة عموما، موجود في الأصوام، موجود في الأعياد، كل شيء ربنا رتبه بنظام. حتى في الطبيعة نجد ربنا أوجد نظاما عجيبا. النحل ده مثلا، إزاي النحلة تمشي وتاخد العصير من الزهور وتحوله إلى عسل وتحطه في شكل كده عجيب من الخلايا، حاجة بالنظام. على رأي الشاعر أحمد شوقي لما جه يتكلم على النحل فقال: مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة، تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، اعجب لعمال يولون عليهم قيصرة. القيصرة دي ملكة النحل، وازاي ملكة النحل تفرز عسل معين وغذاء الملكات من نوع تاني ياخدوه ويوضبوه عشان يكون للتغذية. ازاي الطيور ده، في طيور تلاقيها طيور تمشي بالقيادة، انا شفت دي بنفسي كتير، تبقى ماشي عاملة زي السهم كده وفي قائد في القمة، يمشي يمين يمشي يمين، يرجع يرجع، ويمشي قدام يمشي قدام، وفي طيور رحالة ولها قيادة، كله بالنظام. النظام لازم في كل حياتنا، وفي أمور معينة بنجد النظام فيها. النظام في الجيش مثلا، الواحد اول ما يخش الجيش يتعلم النظام، يلخبط يقول له بلاش بعكك، يسموها بعكك، ويعلموه النظام. حتى الخطوة يمشي بخطوة منظمة، شمال يمين شمال، ماشي كده حاجة
ما تتحركش. انا فاكر اول مره رحت الجيش في الاربعين يوم اتعلمنا الخطوه المستقيمه، وخرجنا بعد الاربعين يوم ماشي في الشارع لقيت اللي بيمشي خطوته مش زي خطوته، فظبطت خطوتي عليه، لقيته بعكك تاني، ظبطتها تاني، لقيت قلت ما فيش فايده في المدنيين المبعككين دول. الكشافه تلاقوا فيها شغل النظام على الاخر. الموسيقى، الموسيقى نظام عجيب جدا، تجد المايسترو قصاده عدد كبير كله متعلق بصوابعه وبايديه، يمشوا كلهم نغمه واحده. يعني فاكر مره لما زرت كنيسه روسيا في العيد الالف بتاع عماد روسيا، ودونا حفله موسيقيه، المايسترو بيشغل ناس زي 40 50، وبعد شويه شالوا ستاره من ورا، انضمت فرقه تاني بقى حوالي 100، وقعد يشغلهم، شالوا ستاره تاني بقى حوالي 150 او 200، وكلهم بيتحركوا نغمه واحده، حركه واحده، صوت واحد على صوابع هذا المايسترو. نظام، لو واحد خل يقول لك ده نشاز. على فكرة كلمة مايسترو كلمة إيطالية من الكلمة الإنجليزية ماستر، فماستر بالإيطالي مايسترو، يعني هو الأستاذ بتاع الموسيقى دي. يعني زي ما النظام ده موجود في الموسيقى موجود في التمثيل، المخرج كله بيمشي كل حاجة بالنظام. أحسن تفتكروا الناس بتوع التمثيل دول ناس يعني مش منظمين، لا ده هم منظمين أكتر من كثير من الناس بتوع الكنيسة، كله ماشي بنظام دقيق. ولو حصل أي غلطة يعيد الدور من الأول لغاية لما يتقنوه تمام بآخر نظام يصوروه. توزيع الأدوار، توزيع الأضواء ده حتى في التصوير تلاقي النظام في توزيع الأضواء يوقف. لما بيقولنا ناس من بتوع التلفزيون عشان ياخدوا حديث مننا بياخدوا في الأول يمكن ولا ربع ساعة أو نص ساعة يظبطوا الأضواء عشان يبقى كل حاجة بنظام، ويظبطوا الصوت ويعملوا له تيست يجربوه، كل حاجة ماشية بنظام. في كل عمل تجد النظام يكون ماشي. في التخطيط، العمل المنظم هو اللي بيخططوا له تخطيط مظبوط يطلع. في الطباعة تجد في حاجة اسمها المونتاج، يوضبوا وينظموا الصفحة قبل ما يودوها علشان تتصور. حتى في لعب الكورة لازم في نظام، تلاقي المدير الفني بيوزع الادوار، ده يقف هنا وده يقف هنا وده يقف هنا وده يشتغل كذا وده يشتغل كذا، كل حاجه ماشيه بنظام، كل حاجه ماشيه بنظام. في الامور الاداريه تجد فيه فن اسمه فن التنظيم والاداره، ده احنا لما عملنا معهد الرعايه نيافة الأنبا بخمس مطران البحيرة بيدرس فيه التنظيم والإدارة، على اعتبار أن الكنيسة يلزمها التنظيم والإدارة. التنسيق بين الهيئات اللي بتشتغل مع بعضيها، كل حاجة لازم تكون بنظام. الإنسان في حياته الخاصة لازم يكون منظم في حياته، في أكله، في شربه، في راحته، في نومه. الإنسان اللي يمشي بالشكل ده صحته تمشي مظبوط. الأكل مثلا
في واحد ياكل زي ما هو عايز، زي المنشار طالع اكل نزل اكل، تلاقي في معدته في اكل مهضوم واكل نص مهضوم واكل ربع مهضوم واكل مستعد يتهضم لسه منول وجديد. طب معدته تمر ازاي ده؟ وبعدين يجي يشكر للاطباء يقول لهم انا معدتي تعبان، يقول له انت اللي تعب معدتك مش معدتك اللي تعباك. لازم تاكل بالنظام، كما ان الادويه ايضا تكون بالنظام. المواكب والحفلات لابد تكون بالنظام، الرحلات تكون بالنظام، الاستعراضات تكون بالنظام، الحسابات في البنوك في الشركات في حساب الواحد الشخص في بيته لابد يكون بالنظام. حتى البوليس لما يقوم بحملة للقبض على عصابة يكون عامل لها نظام، كل واحد عارف دوره يشتغل ازاي. ايه المطلوب بالنسبة للإنسان؟ مطلوب منه أشياء كثيرة. أول شيء مطلوب يكون فيه نظام في التفكير، في إنسان تفكيره منظم وإنسان تفكيره مشتت. الإنسان اللي تفكيره منظم كل حاجة ياخدها بنظام، الشيء وسببه وحالته ونتيجته وردود فعله كله. أنا فاكر زمان لما كنت طالب في الجامعة كانوا أساتذة الجامعة يقولوا محاضرات زي ما هم عايزين، كمية من المعلومات بيقولوها ما يهمش منظمة أو غير منظمة، ما كنتش أقدر أبدا أذاكرها بهذا الشكل، إنما أخذ المحاضرة وأرتبها ترتيب مخصوص بحيث تخش منظمة. لما تخش منظمة أقدر أستوعبها وأقدر أطلعها منظمة. فالإنسان يلزمه نظام في التفكير ونظام في التعبير عن فكره. الإنسان المنظم في فكره يعبر عن هذا الفكر بطريقة منظمة. في واحد بيتكلم ما تعرفش هو عايز يقول ايه، اللي يقوله يعيده واللي يعيده يزيده واللي يكرره واللي يرجعه واللي يجيبه، تخرج الموضوع مش منظم امامك. لكن في انسان يديك الموضوع منظم، يخش جوه فكرك مرتب تماما، تكون عارف النقطة دي تودي لدي والنقطة دي تودي لدي إلى آخر. في الأسلوب، في الشرح، الإنسان المنظم في حياته يكون منظم من جهة الهدف والوسيلة. إيه هدفه وإيه الوسيلة اللي توصل إلى هذا الهدف، وهل فعلا هي وسيلة مظبوطة ولا لا، وسيلة شرعية ولا لا، وسيلة ناجحة ولا لا. إن ما كانش يغير الوسيلة، يكون واضح أمامه هدفه ووسيلته. الإنسان المنظم حتى بيته يكون منظم، الأساس منظم، الصور اللي متعلقة على الحيطان منظمة، المكتب منظم. انا بقول الكلام ده وانا مكتبي مش منظم، لكن معلش غلطة من غلطاتي. اصل انا بقى ايه، امشي في السكة كل واحد يسلمني ورقة واللي يسلمني جواب واللي يسلمني شكوى، اخدتهم احطهم قبل ما افرزهم، الاقي اتبعتت لي حاجات تانية والبوسطة جاب لي والسكرتاريين جابوا لي قبل ما اقراهم،
ألاقي شغلانات تانية، ألاقي اللجنة الفلانية جايبة ورق، والأسقف الفلاني جايب ورق، والكنيسة الفلانية جايبة ورق، وأبص ألاقي تايه وسط كومة من الأوراق، عايز أنظم الأوراق اللي فوقية واللي جنبية واللي تحتية واللي قدامي واللي ورايا، حاجة صعبة. طبعا الواحد عشان يمر في دي محتاج للسكرتارية منظمة، بس أشياء أحيانا ما تنفعش السكرتارية برضه، لأن احنا كرجال كهنوت بتجيلنا أشياء أسرار ناس، ما نقدرش نخلي السكرتارية تطلع على الأسرار، والجواب اللي يجيلنا مش عارفين سر ولا مش سر، لازم نفتحه ونقراه عشان نعرف إنه سر ولا لأ. شغلانة صعبة. على كل ربنا يبعدها عنكم، انتوا مالكوش دعوة بيكم. الإنسان المنظم يكون بيته منظم حتى من جهة الأكل، من جهة تجهيز المائدة وترتيب المائدة. في ست منظمة في البيت ترتب المائدة بطريقة تفتح النفس، وفي ناس يقدموا الأكل حسب ما اتفق، وهو الرجل حر يأكل ما يأكلش، احنا مالنا. أو يجيبوا له أطعمة غير منظمة، زي واحدة تعمل الإنسان بطاطس بدمعة ومعاها رز، ما هو الرز مواد نشوية والبطاطس مواد نشوية، وتحط جنبه محشي ومحشي رز برضه مواد نشوية. وتجيب له التحلية بطاطا. لازم المرأة تكون دارسة نظام التغذية، مش مجرد حشو بط، يعني تحط له الأصناف اللي تكون غذاء متكاملا ومفيدا. عشان كده أحيانا يقولوا من أحد مفاتيح الزوج معدته، تعرف الزوجة تفتحها أو ما تفتحهاش أو تسدها. الإنسان المنظم أيضا يكون منظم في مصروف البيت، كل شيء معمول بالترتيب، مش بند واحد ياخد كل حاجة والبنود التانية مفيش، توزيع عادل لوجهات الصرف في البيت. ومصروفه الشخصي أيضا يكون منظم. مطلوب مننا أشياء تانية، لأن ساعات كتيرة الشعب بيلخبط في النظام. شعبنا محب جدا جدا جدا، ما نلاقيش شعب محب زيه، ولكن من جهة النظام مفيش نظام أبدا. تلاقي مثلا ساعة السلام الناس يكربسوا فوق بعض، طب واللي يسلم هيمشي منين؟ ما الدنيا مسدوده. ولذلك ساعات كتيره لما يجوا الناس يسلموا اقول لهم يكون في سكه للدخول وسكه للخروج، عشان اللي يسلم يقدر يمشي، مش كله كابس على بعضه، وده رافع ايده من هنا وده ايده فوق ايد التاني وده ايده فوق راس التاني، وحاجه صعبه. كيف يمكن ان يوجد النظام في السلام والنظام في الزحام والنظام في المواكب؟ يعني احنا بيكون عندنا مواكب مثلا في وقت الرسامات في حفلة من الحفلات،
بنتعب جدا على بال ما ننظم الموكب. وممكن اثناء ما الموكب ماشي تلاقي واحد راح حاشر نفسه في الوسط وداخل جوه وعايز يسلم على حد. يا حبيبي مش كده، لا عايز اخد بركه، البركه تيجي بالهرجله، مفيش فايده. ولذلك ساعات بنحتاج الى كشافه عشان تنظم المواكب والحفلات. وفي ناس قبل ما يبتدي الموكب يكونوا منظمينه وشرحينه، يعني هيقف فلان وفلان وفلان بالطريقة الفلانية. أنا فاكر رحت كتير في الخارج ومناسبات هامة جدا، في الأول رئيس بروتوكول يقف وينظم، ويكونوا ناس كبار على مستوى بطاركة مطارنا إلى آخره، ينظم قبل ما يبتدي الموكب. ما فيش حد اللي يحشر نفسه يمين ولا يحشر نفسه شمال ولا يخش ولا حاجة زي كده. يا ريت نعرف ننظم المواكب بتاعتنا. وساعات تلاقي الموكب ماشي كويس واللي يخش يفسد الموكب احد الاباء الكهنة، يفتكر كأنه اب كاهن يبقى فوق النظام وفوق القانون وفوق المواكب، ولو كلمته يزعل. في ناس يزعلوا اذا دعوتهم للنظام، يفتكر ان دي ضد حريته، حريته ان يمشي كيفما اتفق. في ناس يحتاجوا الى نظام في التصوير، يعني احنا لما بنكون في حفلة لو وجد واحد او اتنين بس يصوروا تبقى الموضوع كويس جدا، لكن تلاقي 10-12 داخلين يصوروا وكل واحد يزنق التاني وكل واحد يتقدم على التاني ومش عارفين، وجايز المصورين دول يمنعوا الشعب من الرؤية. انا فاكر مرة في رسامة الاسقف اول امبارح ولا اول مشيتهم في الاول وقعدت مدة لغاية لما نظمت الموجودين، ناس واقفين قدام هنا ومليين الدنيا والشعب مش شايف حاجة. فلازم في الاول عملية التنظيم في في ناس ايضا اثناء المواكب واثناء الحاجات دي يتقدمون على الكبار، تلاقيهم يزحموا ويحاولوا يسلموا قبل الاسقف وقبل الكهف وقبل الناس اللي اكبر منهم في سنهم. تلاقي واحدة ست دخلت في الوسط كده من حيث لا تدري، دخلت كده زي القضاء والقدر، احنا ما نؤمنش بالقضاء والقدر، وطب مكلمتها تزعل، يزعلوا، ربنا يستر. النظام في المواعيد، الإنسان عايز ينظم مواعيده وعايز ناس يحترموا المواعيد ويحترموا النظام، مفيش فايدة. جايز احنا ننظم مواعيدنا بطريقة ونلاقي الاستثناءات اللي دخلت لا نعرف، والمفاجآت اللي دخلت ولو واحد قلت له لا يزعل. ولو واحد يقول لك انا جاي من الصعيد من جبل واسط واخد 7 ساعات في القطر عشان اجي هنا تقول لي لا، انا جاي من جنيه تقول له اللي جابك من جنيه لحد هنا، ما فيش فايدة. فاكر كمان جاي من بعيد واصل، يبقى ملهاش دعوة بالنظام، ملهاش دعوة بالنظام.
فاكر مرة سنة 48 كانوا الأخوة بتوع مدارس الأحد مرشحين الأرشدياكون حبيب جرجس يبقى مطران لجيزة، وعملوا مظاهرات والبطرخة أنا ما كنتش موافقة، عايزة لازم المرشح يكون راهب. فراحوا عملوا مظاهرة في عز الظهر يعني حوالي 1:30 2، وقفوا في البطرخانة، البطرخانة القديمة، كان بابا ساعتها البابا يوساب السامي، وكان راجل كبير قوي في السن، عمره 75 77، وبعدين راجل عجوز يعني. وبعدين قالوا نريد مقابلة البابا، فقال لهم البابا نايم، ده في عز الظهر والصيف. قال له الراعي الصالح لا ينام. قال له لا ينام ازاي؟ ده المسيح نام في السفينة وهو راعي صالح. لكن الناس بالنظام، في ناس في ما يؤمنوش بالنظام، يريدون كل شيء بالاستثناء، كل شيء ايه؟ بالاستثناء. هو ما يقابلش حد لكن يقابلنا انا. طب واشمعنى انت؟ انا حالتي خاصة، وكل واحد يعتبر حالته خاصة وعايز عناية خاصة فوق القانون فوق النظام في الاستثناء، ويصبح الاستثناء هو المطلوب، ويصبح الاستثناء هو القاعدة. في المواعيد جايز ناس يقولوا عايزين 5 دقايق، عايزين نص دقيقة، يخش يقعدوا ساعتين. طب يا عم في ناس تانيين بره الباب عايزين يخش. اما خلص كلام، برضو ساعات كسر النظام هنا بتكون وراه نواحي من الأنانية. أنا اللي عايز أتقدم، أنا اللي أقف في الأول، أنا اللي أخش في الصفوف، أنا اللي أخش في الميعاد، أنا اللي جاي من السفر. استثناءات ضد النظام. كويس إن عندنا ناس من المهجر موجودين النهاردة، لأن في ناس يقولنا في المهجر في عز الصيام وعايزين يتجوزوا. تتجوزوا زيجة صيامية؟ الكنيسة بتمنع الزواج في الصيام. يقول لك لا أنا أجازتي ما عنديش أجازة إلا الوقت. فلازم الكنيسة تخضع للأجازة بتاعته وتجوزه ولو في الصيام الكبير. طب ما هو في الصيام مش هيكون فيه ألحان فرايحي. في الصيام هيتجوز الست دي ويعزمها على طبق طعمية، ده صيام. يبقى كأنه يصوم، ما فيش صيام بقى. يتجوز وما فيش صيام، ويتجوز وما فيش ألحان، ويتجوز وما فيش قوانين كنسية، ويتزوج ما فيش حفلة مظبوطة. كل واحد عايز له نظام خاص به، ولازم الكنيسة تطوع، وإلا أمال فين الرحمة؟ وفين الحنان؟ وفين الأبوة؟ وفين العمل من أجل حل مشاكل الناس؟ الكنيسة هي اللي تعقدنا وتقول لنا ما تكللوش. طيب نروح عند البروتستانت، نروح عند الكاثوليك. مرة واحد قال لي كده، قلت له اسمع أنا ما تهددنيش ولا أقبل تهديد من إنسان. عايز تتجوز صح تتجوز صح، واللي معلش اصلا معذور. حاجة صعبة. الناس اللي ما عندهمش نظام لا يهتمون بالوقت المناسب، يطلب الطلب وما يهموش الوقت المناسب. فاكر مرة من المرات وانا اسقف سنة 63 على ما اظن،
كنت باخد اعتراف المكرسات اللي في الجيزة، واروح لهم يوم من الصبح اخد الاعترافات لغاية عز الظهر ارجع. فانا راجع في الصيف في عز الظهر، ولاقي واحد وانا داخل منطقة الامبرويز بيجري ورا العربية بتاعتي، انا عارفه هو مين. نزلت وقفت، قال لي ممكن اقعد معاك شوية؟ قلت له يا ابني الميعاد ده مناسب عشان تقعد معايا، لان انا بيني وبينه دالة، لو واحد غريب هتكسف منه. قلت له ده ميعاد مناسب؟ قال لي مش انا، قال لي طبعا مش مناسب. قلت له امال جاي ليه والميعاد مش مناسب؟ قال لي ما دام ميعاد مش مناسب يبقى ما فيش حد هيفوت عليه، ابقى مناسب ليا انا اللي اجي لك. يعني ما دام الميعاد مش مناسب ليا يبقى مناسب ليه هو. او الناس اللي يصرخوا في الاجتماعات عشان طالبين طلب. طب وانتوا لما تصرخوا في الاجتماعات هيستجاب طلبكم؟ ولو ان كل واحد صرخ استجبنا لطلبه تبقى بقت مبدا، يقول لك عايز طلبك يجاب ويسمعوك صرخ. زي المراه اللي تفتكر انها لما تعيط جوزها يستجيب ليه، فتقعد تعيط لغايه لما يزهق من العياط. الوقت المناسب. النظام اذا مشينا فيه حتى في الخدمه، في فرق بين الكاهن المنظم في خدمته وكاهن غير المنظم. الكاهن المنظم في افتقاده وغير المنظم. في كاهن يمسك الحي بتاعه ويعمل له خريطة منظمة، وكل بيت يكون عارفه في الخريطة، وكل عيلة يكون لها كارت، كله منظم، كله منظم. تلاقي عارف مين الدكاترة اللي في كنيسته، مين المحاسبين اللي في كنيسته، مين المدرسين اللي في كنيسته، مين المحامين اللي في كنيسته، مين العاطلين اللي في كنيسته، مين السمكرية، مين الحلاقين، كل عارفهم واحد واحد، وكل واحد له كارت. وفي واحد ينظم النظام ده بكارتات، واحد ينظمه بكمبيوتر، وعلى طول عايز فلان يروح مطلعه على طول. النظام في الخدمة دلوقتي التكنولوجيا قدمت للناس وسائل جديدة للنظام، بحيث كل حاجة تمشي مظبوطة ومنظمة. آخر نقطة أقولها لكم في هذا الموضوع هي معطلات النظام. أول حاجة في معطلات النظام عدم تعود الناس عليه. في ناس مش متعودين على النظام فما يحبوش، تيجي تنظمهم يحتاجوا، يزعقوا، يعملوا هيص، ولا يؤمنون بالنظام ويفتكروا ان الحرية ضد النظام. في ناس مثلا ما يؤمنوش بالنظام في المرور ويكسر قواعد المرور. ليه؟ مش مؤمن بالنظام. او في الباركينج، يعني يوقف العربية، تلاقي واحد يجي يروح موقف عربيته في حتة لحد قادر يجي يمين ولا يجي شمال، وفي وسط الطريق. طب يا عم ما تحطها في حتة كويسة، اهو وقفها وبس، ولم يفكر اطلاقا غيره يعمل ايه. في الخارج ساعات لما واحد يعمل باركينج بالشكل ده ويحط عربيته في نص السكة والناس مش عارفين، يبعتوا على طول في الاجتماع صاحب العربية دي يجي، إن ما جاش ونش يشيلها، الونش يشيل العربية ويحطها بقى منين ما هو عايز، ويبقى صاحب العربية يروح في مصلحة المرور يسأل على عربيته موجودة فين.
ياخد له درس كويس. ياما ناس يحطوا عربيتهم في اي حته، ساعات تلاقي واحد يحط عربيته قصاد بوابه، طب والناس هيخش ازاي وانت قافل لهم البوابه؟ ها؟ مخه كده مش مؤلف على النظام. من ضمن اسباب عدم النظام الانانيه، انا عايز كذا، انا الاول، انا وبس. لو الانسان فكر في غيره وفكر في النظام العام مش في نفسه وبطل انانيه تمشي الحكايه كويسه. في سبب عدم الطاعه، تتوضع انظمه والناس مش عايزين يطوعوها فيكسر النظام وتبقى فيه هرجله وفيه صوت عالي. في ناس يكونوا بينظموا ولكن يتلف النظام نتيجه تعدد الاراء وتعدد القيادات وكثره المدبرين، كل واحد يوضع نظام خاص تطلع مش مظبوطه. لو ان احنا اي امر عايزين نعمله نظمناه في الاول واتفقنا عليه وكل واحد عارف دوره وكل واحد يلزم حدوده تمشي الحكايه مظبوطه. في حاجه تانيه، فوضى المنظمين، يعني في منظمين هم سبب الفوضى. تلاقي الناس ساكتين وما فيش صوت مسموع غير صوت المنظم هو اللي قاعد يزعق. طب ما تنظم بالإشارة، لو نتعلم الإشارة يبقى كويس. ممكن أقول لواحد أو أقول له اسكت أو أزعق؟ لا. طب ما تقول له اسكت بالإشارة، تقول له امشي على مهلك بالإشارة، تقول له اقعد بالإشارة، تقول له امشي بالإشارة، لكن لازم بالتزعيق. يا ريت المنظمين يعرفوا ينظموا بدون صوت عالي وبدون حمقة وبدون عصبية. ما هو ساعات العصبية والحمقة تخلي الناس يتنرفزوا مش عايزين يطلعوا ويعندوا، وجايز يكون العناد من ضمن أسباب عدم النظام. نكتفي بكده، اتفضل.